بص بقى، بيقولوا مش محظوظ اللي مش بيحب كرة القدم، يعني انت محظوظ علشان بتحبها، ليه بقى تعيش معاها في أزمات يوميا؟ ليه ما تستمتعش بيها من غير مشاكل؟ ليه؟ من وانت صغير وبدأت تقف على رجلك أول حاجة بتحب تعملها إنك تشوط الكورة، بتكبر شوية وتبقى عايز تلعبها وعايز تروح تتفرج على مبارياتها، بتحب فرقة وبتشجعها وبتهزر مع صاحبك اللي بيشجع فرقة تانية، احنا أجمد، احنا بنكسب، احنا اللي بهدلناكم في الماتش، هزار حلو ودمه خفيف وجزء أساسي من متعة حبك للكورة. ما هو من غير منافسة مش هيبقى فيه حب لأي لعبة مش الكورة بس. في وسط ده في ناس بتحبها تبقى خناقة، زي صاحبك كده اللي كان بيتخانق معاك في الشارع علشان ما بتبصلوش الكورة أو دخلت عليه جامد، خناقة ممكن معاها صاحب الكورة ياخدها ويمشي وينكد على الكل، وهي دي الحكاية. في ناس ممكن ما تخليناش نستمتع، ممكن تبوظ فرحتنا باللعب واللعبة، حاولوا ما تبصوش عليهم وما تركزوش معاهم علشان دول اللي بيبوظوا اللعب علينا وعليهم، زي صاحبك كده بالظبط اللي بياخد الكرة ويمشي. في الآخر مش فارق مين كان غلطان ومين اللي بدأ، أنت اللي هتزعل ويومك هيبوظ، واللعبة اللي بتحبها ومصدر سعادتك هتبقى مصدر النكد. وصلت؟